كيهضر على المجتمع المغربي وكيهضر على الدار البيضاء. وهذا الفيلم فيه قصص كثيره كتجمع في يعني في واحد الفضاء اللي هو الدار البيضاء، لان كنعرفوا ان الدار البيضاء المدينه الكبيره ديال المغرب هي الميكرو ماروك، كل شيء اللي كيوقع فيها نقدروا نطبقوا على المدن الاخرى ديال المغرب. ثانيا علاش الدار البيضاء؟ لان هاد التريلوجي الثلاثيه كتهضر على الدار البيضاء، بيرن اوت، زيرو، كازا نيغرا. كازا نيغرا كان فيلم مخنوق وغادي نحلو دار بيرن اوت. الان كاين البحر، كاين لي غون بولفار اللي خلاو ان كاين الامل والتفاؤل. هادشي علاش درنا بيرن اوت دابا. سميتي إليس الجياني، عندي 13 عام. الدور ديالي في بيرن اوت الدور ديال ايوب، ايوب ان جون سيغور، مو ما عندهاش رجليها وباغا تخدم ولكن ما كتقدرش حيت ما عندهاش حاجه، هو باغي يشري لها ان بروتيز. وغادي نشوفوا في الفيلم كيفاش غادي يبقى كيف حتى يوصل لهاد لو بروتيز، وغادي يتلاقى مع ناس وحدين اخرين، يتلاقى مع جاد، مع ساغا، وغادي يعيش حياه وحده اخرى. وفوالا هذاك هو لو بيرن اوت ديالو. درت الدور ديال عايده في الفيلم بيرن اوت ديال نور الدين الخماري، كندير فيها الدور ديال الطبيبه هي وعندها اون دوبل في بالليل، وكيوقعوا لها شحال من حوايج بونون الفيلم. الفيلم ديال بيرن اوت هو فيه بزاف ديال لي بيرسوناج برينسيبو، زعما كاين كما فيلم كورال في كاين فيه بزاف ديال لي بيرسوناج كيتلاقاو في الفيلم، وان شاء الله يعجبكم نتفرجوا فيه.